أوقات مميزة يعيشها اللاعبون المشاركون في بطولات مهرجان العالمين الجديدة، ما بين الاستمتاع بالأجواء المبهجة والرياضات المميزة. وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أن يخرج المهرجان بشكل يليق بالمدينة التي صارت وجهة سياحية ورياضية مميزة على شاطئ المتوسط. وسط أجواء شاطئية متميزة انطلقت أولى مباريات بطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بعد الانتهاء من تجهيز الملعب الخاص بهذه البطولة، والذي جاء نتيجة التعاون الكبير بين الشركة المنظمة للبطولة والملعب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم فعالية ترفيهية رياضية تليق بالمشاركين. عندي الحظ أن أنا أدخل مع المتحدة في مهرجان العالمين وأعمل ملعب البيتش فولي واعمل عليها بطولات وده حاجه شرفتني جدا وانبسطت بيها قوي بصراحه، لان كل حاجه هنا حلوه والمهرجان حلو جدا، المتحده عامله مجهود هايل. دي تاني مره العالمين تحتضن بطولات لكره الطائره الشاطئيه. العام الماضي كان في بطوله دوليه على مستوى عالي في مكان قريب هنا من المكان اللي احنا فيه، وده اللي شجع برضو المنظمين لإقامة مهرجان لكرة الطائرة الشاطئية. ثمان فرق من أندية مصرية وعربية ومنتخب مصر يشاركون في هذه البطولة التي لاقت ترحيبا كبيرا من محبي كرة الطائرة، خاصة أنها وسط الأبراج والبحر الذي يميز مدينة العالمين الجديدة. وأكد المشاركون على أهمية المشاركة في هذه البطولة للاستمتاع بأجواء مهرجان العالمين الجديدة. طبعا لما عرفت أن أصلا المهرجان في العالمين اتشجعت جدا، وزي ما انت شايف كده الاجواء جميله جدا، يعني كله مبسوط وكله جاي يتبسط، والمنظمين يعني عاملين اقصى حاجه عشان يهيئوا الظروف دي ان الناس تتبسط وتلعب يعني. وزي ما انت شايف محدش مركز مين بيكسب ومين بيخسر على قد ما فارق معاهم اللي هو احنا جايين نتبسط. الاجواء زي ما انت شايف اكتر من حلوه يعني، وانا احب ان انا اشارك في جو زي ده، الهواء الجميل ووسط الابراج، ودي حلاوه البيتش فولي بول احسن من الصالات. انا الصالات انت في صاله مغطاه، لكن هنا انت بتلعب على البحر فانت مبسوط حتى لو بتخسر، بس والناس هنا كلها يعني في بروفيشنالز في اماتشرز، فالليفل مش متوقع، انت مش عارف مين اللي هيكسب. وتستمر بطولة كرة الطائرة الشاطئية على مدار أيام مهرجان العالمين للاستمتاع بالفعاليات الرياضية المتنوعة، لتكون مدينة العالمين الجديدة الوجهة السياحية والرياضية للعديد من البطولات المحلية والدولية. محمود جميل، التلفزيون المصري.